السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أسمر الجزائري. صلوا وسلموا على رسول الله ونبدأ بسم الله. راح نبدأ مباشرة في المشروع نتاعنا. هنا راح تشريت ليمور هذو الصغار اللي راكم تشوفوا فيهم اللي يديروا 25000 للوحدة، يعني كل منطقة كيفاش يبيعوهم. وهنا كما راكم تشوفوا فيهم القطر نتاعهم اللي هو حوالي 16 سنتيمتر. كما راكم تلاحظوا هنا شريت ثلاثة باش نبداو بهم المشروع نتاعنا. راح نبداو مباشرة كذلك في الوصفة وكيفاش نحسبوا المقادير نتاعنا. هنا عندنا خمس حبات نتاع البيض بدرجة حرارة الغرفة. هنا راح نخدموا هذاك المول الصغير نتاعنا، يعني نخدموا بهم ثلاثة. دوكا انتم اللي خدمتوا بالمول الكبير واش ديروا؟ ديروا أربع حبات نتاع البيض، أربع حبات نتاع البيض وكملوا المقادير كما راهي. راح ندير ثلاثة مول صغير نتاع هذا المسكوتشو درت خمسة. أما اللي ديروا بالمول الكبير ديروا أربع حبات نتاع البيض. وهنا عندي كاس ناقص منه اصبع نتاع السكر، كاس ناقص اصبع نتاع السكر. خلطت البيض جيدا مليح مليح حتى طلع، وزدت له الكاس نتاع السكر هذاك ناقص منه اصبع، يعني كاس الا ربع، وقعدت نخلط فيه حتى وين يعني داب السكر. بعدها وزدت له نصف كاس نتاع الزيت، ونقعد نخلط كل المكونات مع بعض. هنا السر من اسرار المسكوتش تاعنا باش يجي خفيف وهايل، درت له كاس نتاع حليب يكون سخون وين يوصل درجة الغليان، كاس حليب يكون سخون وين يوصل درجة الغليان، ونفرغ دفعة واحدة ونقعد نخلط فيه باش ما يطيبليش البيض الداخل. نخلط بكل سرعة. درت له قرصة نتاع الملح، وباش نسمو ولا نكهو هذا المسكوتش تاعنا ويجي بنين، درت له هنا مبشور حبة نتاع ليمون، تقدروا تستغناو عليها إذا ما كانش عندكم الليمون، ونزيد له هنا معها ملعقة صغيرة معمرة مليح نتاع هنا عطر الفانيليا. اما بالنسبه للفارينه راح ندير 3 كؤوس نتاع فارينه، مع الاول درت كيسان ونصف، ومن بعد نشوف القوام نتاعها. هنا راح نزيد زوج كيسان، زوج يعني تخميره الحلويات اللي هو 10 غرام، زوج خماره تاع حلوه. ماذا بكم هذا الفارينه والخميره تاع الحلوه تاعكم انكم تغربلوهم احسن واحسن باش ما يقعدلكمش داخل تكتلات، ومن بعد نخلطوا كل المكونات جيدا ونشوفوا الخليط تاعنا. درت لها زوج كؤوس ونصف، ومن بعد زدت لها ربع كاس الاخير نتاع فارينه، يعني كميه صغيره، لانه القوام هنا شوفوا كيفاش كان يعني طلق روحه زياده. وماذا بكم القوام تاع هذا المسكوتشو ما تيبسوش بزاف بزاف، يعني تشوفوا هنا ربع كاس الاخير، يعني هنا قلت لكم 3 كؤوس الا ربع، يعني 3 كؤوس تقريبا الا ربع نتاع الفرينه. تقدروا ديروا 3 كيسان سوا سوا اذا كانت الفرينه تاعكم ما تشربش، اذا كانت الفرينه تاعكم تشرب ديروا 3 كؤوس الا ربع، 3 كيسان يعني زوج كيسان معمرين مليح وكاس ناقص منهم شويه، وتخلطوا كل المكونات جيدا. هنا الليمون تاعي راح ندهنهم، تدهنهم يا بالزيت يا بالزبده او مارغرين كما راكم تشوفوا كما دهنتهم هنا، وترشوهم مليح بالفرينه. هي احسن كون ترشوهم تدهنوهم بالمارغرين، ما راحش يلصقوا، ما راحش يلصقوا ابدا، وترشوهم مليح مليح بالفرينه كما راكم تلاحظوا هنا في ليمول نتاعي. هنا كنت شعلت الفرن، يعني الفرن تاعي هنا مازال ما شعلتوش، بعد ما خليت هذا المسكوتش تاعي تريح يعني ترتاح مده حوالي واحد ربع ساعه، الوقت اللي خليته تريح واش درت؟ رحت شعلت الفرن على 170 درجة مئوية، شعلت الفرن تاعي على 170 درجة مئوية، شعل من الفوق ومن التحت، من الفوق ومن التحت وخليه يسخن. إذا كان الفرن تاعكم يشعل غير من التحت ومن بعد يشعل من الفوق، واش ديروا؟ تدخلوا المسكوتش يعني تشعلوه يخليه يسخن، ومن بعد تدخلوا المسكوتش تاعكم تتحمر من التحت. الوقت اللي تشوفوها بدات شغل مع الجوانب اللي تحمرت، واش ديروا؟ تعاودوا طفيو من التحت تشعلوا من الفوق، وتخلوا المسكوتش تاعكم تتحمر وتطيب بغرضها، يعني على نار تكون قليله 170 درجه مئويه، حتى نحطوا فيها يعني شوفوا عود تاع شواء او اي حاجه تكون هكذا، وتغطسوا لداخل ولا تبيكيوها، شوفوا تثقبوها وتشوفوا باللي انها ناشفه ما فيها حتى حاجه، تعرفوا باللي المسكوتش تاعكم طايبه. المسكوتش باش تجيكم مليحه دائما طيبوها على نار تكون قليله، شوفوا الداخل كيف جايه ما شاء الله اسفنجيه حتى انها فيها الثقوب، وشوفوا جايه هشيشه ما شاء الله. انا ما حبيتش نضغط عليها بزاف بزاف باش ما كما نقولوا حنايا ما تكسرليش هذا الكيكه تاعي. راح نروحوا دوكا هنا طريقه التزيين تاعي، وانا التزيين تاعكم يكون اختياري. هنا راني في اسفل الفيديو راني نكتب لكم كل التفاصيل، يعني شحال نشري العلبه كامله وشحال راح نقيم هذا الصحن. مثلا الصحون الباكيت تباع 25000 فيها 25 صحن،
يعني صحن واحد فقط يسقني الفرنك يعني 10 دينار. هنا عندي شوكولاته تاع الطلي، انا بصراحه كنت خدمت هذه شوكولاته المرجان يعني كريمه المرجان. انتم تقدروا تشوفوا شوكولاته الطلي يعني نوتيلا او ماكسون اللي دير تاع 18000 هذيك العلبه ولا تاع 20000، وانا حط لها شويه تاع من تحت بهذيك الشوكولا باش ما تحركليش من الطبس تاعها وما تنحاش. شوفوا هنا ماذا بكم تستعملوا ماكسو، انا هذه يعني كي خدمتها هنايا هذه شوكولاته، شوكولاته المرجان ولا كريمه المرجان، يعني كنت تشوفوا الفيديو السابق تشوفوا كيفاش خدمتها. هذه طريقه التزيين، انا نوريكم طريقه التزيين كيفاش نزين، وانتم زينوا كما تحبوا انتم، المهم تبعوا الطريقه وكيفاش نعطيكم التسعيره. يعني لو كان تشرو علبه عطرتيني ولا شوكولاته الطلي نتاع اوبتيلا ولا نوتيلا ولا ماكسو ولا اي نوع نتاع شوكولاته الطلي اللي تحبوها، يعني العلبه هذيك المتوسطه حتخرج لكم تقريب وحده كامله او تخدم لكم ثلاثه مسكوت شوك ماذا صغار التزيين تاعهم. يعني انا برك حبيت نوري لكم برك الطريقه كيفاش نزين المسكوتش تاعي باش كيما نقولوا حنايا انتم تاخذوا النظره فقط. يعني زينتها بهذه الشوكولاته اطرتيني البيضاء بذوق البندق، وزينتها بورد الشوش، درت لها الورد هذا الاصطناعي على الاطراف تاعها، درت لها فو بيستاش، هذا القلوب اللي راكم تشوفوا فيهم يتباعوا باكيه 10000 اللي فيها 10 قلوب كما راكم تشوفوا، يعني تسقمنا القلب الواحد 10 دينار. راني نحاول نحسب لكم شحال كلات لي ولا اخذت لي هذا المسكوتش الواحده، اخذت لي كمقادير كما راكم تشوفوا الخاتم، يعني تحبوا ديروها مسكوتش المشاريع للخطوبه للزواج، شوفوا كيفاش يعني هذو حتى الخطوبه اللي عندهم خطوبه تقدر تخدم هذا المسكوتش تحطوا لضيافها، يعني ما شاء الله يحمر الوجه هايل. يعني اللي تكون عندها فيونساي ديروا القهوه حليب، يعني مسكوتش تاع قهوه حليب، شوفوا التزيين كيفاش يكون. كذلك راح نوري لكم كل التفاصيل. هنايا جبت هذو الفيرين، شوفوا كيفاش فيهم قاعده في التحت، انا قصيت لهم هذيك القاعده باش على هذاك الفيرين باش يدخل لي داخل وسط هذاك المسكوتشو نتاعي. هنا تقدروا في بلاصه هذه كريمه الطلي ديروا مربى المشمش لداخل ولا مربى الفراوله ولا اي مربى، يعني في الوقت اللي تقسموا هذيك الحبه تاع المسكوتشو تاعكم تقسموها تقدروا تطليو من فوق هذاك المسكوتش ودير لها شويه المربى نتاع فراوله تاع مشمش تاع اي فراوله استعملتو. هذه الباكيه تاع الملاعق تسقام 25000 للعلبه، فيها تقريبا 20 ولا 25 عفوا 25 ملعقه، يعني تسقامي الملعقه واحده 10 دينار. وانا نحسب لكم كامل التكاليف، دائما نقول لكم باللي التكلفه في اثنين، تقلبها في اثنين. هذا راح نديرو التزيين الثاني بهذه الطريقة بالشوكولاتة أطرتيني بذوق الشوكولاتة، يعني هذه بذوق البندق، هذه بذوق الشوكولا كما راكم تشوفوا. والتزيين قعد اختياري، أنا جبت الجوز شوية كمية صغيرة تاع الجوز وسكرفشتو من فوق باش تعطيني الديكور شباب. من بعد جبت حبيبات الورد كما راكم تشوفوا هذه الحمراء، جبت حبيبات نتاع الجوز وبديت نحطهم من الفوق باش للتزيين فقط، يعني كميه تاع 2000 فقط تاع جوز، يعني انتم تشرو قيس 5000 ولا 10000 جوز تخدموا كميه صغيره، قيمتها بقيس 2000 فقط. جبت لهذا العقاش اللي راكم تشوفوا فيه يعطيها نظره بزاف شابه ويكسر لنا الالوان، شوفوا كيفاش السمسم هو اللي هذا العقاش بالدراجي تاع الدوري. جبت هذه الفراشه، وكذلك راح ندير في وسط شوكولاته اطرتيني مخلطه بيضاء وسوداء، ملعقه كذلك. هنا راح نديروا حبيبه تاع الجوز في الوسط. هنا واش غنزينوا؟ راح نديروا هذا بالنسبه للزواج العروس والعريسه، زواج سعيد. شوفوا هذه بالنسبه للاطرت اللي خدمتوها للزواج، تخدموا كامل كما هكذاك. هادو اللي تشوفوا فيهم التيكات اللي لاصقين تاع زواج سعيد والفراشه والاخرين كانوا تحسبوا الفرق، كان تحسبوهم 3500 حسب الحجم تاعهم للواحده. وهنا درتها ميلونج خالط بالابيض والاسود كما راكم تلاحظوا، تزيين بسيط اختياري. دوكا انتوما تمدوا الابداع تاعكم في هذا المسكوتش، انا راح نعطيكم طريقه ولا لاباز كيفاش تخدموا المسكوتش هذو، وانتوما زينوا وخدموا كما تبغيو، وراح نعطيكم التكلفه شحال تبيعوه. انا جبت لوز ايفيلي، تقدروا تحمصوا شويه تقدروا ما تحمصوش، انا التزيين فقط ما حبيتش نحمصوا، ولكن كنت تحمصوه كذلك حاعطيكم نظره بزاف شابه في هذا المسكوتش نتاعكم. زينتوا بالقلوب كما راكم تلاحظوا، زدت هذا القلب والورده البيضاء، وزدت كذلك هنايا القلب نتاع
ذهبي. هذا هنا نغلط، درت كل شيء ابيض. لو كان درت هنايا هذيك الورده الحمراء مع هذا البيضاء تجي بزاف شابه، يعني تكسر الالوان، والبيضاء درتها مع السوداء تجي يعني منظر بزاف هاي. يعني هناك شغل غميتها كل شيء ابيض في ابيض. شوفوا الغلطه وراني درتها، تقدروا قلت لكم انتم تزينوا كما تبغوا. دوك نقول لكم التكلفه شحال جاتني. تكلفة كامل هذه المكونة جاتني 93 الف، نضربوها في 2 حطينا المبلغ اللي هو 186، 186 قسموها على 3 تاع المسكوتشور، حطينا السعر حوالي 62 الف. احنا ولكن بصح انا شغل درتها غير بالتقريب فقط. هنا واش ديروا انتم؟ انتم حبة تاع المسكوتشور تاعكم هاد الصغيرة تحسبوها 50 الف، الصغيرات تحسبوها 50 الف للواحدة، اما الكبيرة شحال تحسبوها؟ تحسبوها حوالي بين 70 65 60. يعني دوك شوفوه انتم حساب التكلفه، ولا شحال خذت لكم مواد اوليه باش خدمتوا هذا المسكوتشو، ولا شحال خسرتوا عليها مواد اوليه باش خدمتوا هذيك المسكوتشو، سواء الكبيره سواء الصغيره. يعني قلت لكم كيفاش تحسبوا المكونات تاعكم، كيفاش تضربوا المجموع في 2، كيفاش تقسموا على عدد الحبات باش يعطيكم التسعيره للحبه الواحده. وهذه هي تقدروا شوفوا كيفاش نقسموها، جات ما شاء الله اسفنجيه شيشه اطريه وخفيفه، وكذلك بطاقه تاعها مميز. هذه تشرب مع قهوه حليب للزواج، للخطوبه، تخرج، اي حاجه يعني ديروها. تعلبوهم في علب تاع هذوك كبار كما راكم تعرضوا، تبعدوهم للناس اللي رايحين تدلهم هذا المسكوتشو. ان شاء الله ربي يوفق الجميع بوفقكم ان شاء الله. ما تنساوناش بدعواتكم واعجاباتكم وتعليقاتكم وارائكم. سلام.